والآن مشاهدينا إلى فقرة ترند وأبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمع بداية كل شهر يتمنى كل منا أن يحمل أخبارا جيدة وتتحقق فيه الأحلام والأمنيات. فكان أن ظهر وسم اسمه سويت نوفمبر على وسائل التواصل الاجتماعية. هذا الاسم مستوحى من فيلم أمريكي يحكي قصة رجل وامرأة لا يعرف أحدهما الآخر، لكن مصادفة جمعتهما وهما في اليوم الأخير من شهر أكتوبر لتنشأ بينهما علاقة عاطفية وتتطور خلال هذا الشهر. رحب المغردون بقدوم هذا الشهر آملين أن يحمل معه الخير لهم ولأحبابهم، في حين اعتبر مغردون آخرون أن الأطفال والمراهقين فقط يحتفلون بهذه المناسبات. قسم كبير من المغردين رحب بقدوم شهر نوفمبر لأن الشهر الذي سبقه لم يكن على قدر آمالهم وتوقعاتهم، كما وصف آخرون بشهر الحب، ولأنه كذلك علقوا عليه آمالا وصلت إلى هوية الفائز في كأس العالم. هذا الوسم لقي تفاعلا وصل إلى 5 ملايين، بينما بلغت التعليقات قرابة 1.5 مليون تعليق، ووصلت المشاركات إلى 4 ملايين. ذروة التفاعل مع هذا الوسم سجلت يوم أمس ب3 ملايين بين تعليق ومشاركة. وكنا قد طرحنا عليكم السؤال التالي: تقلب مزاج الإنسان يرتبط حقا بحلول فصول معينة؟ وقد جاءت نتيجته كالتالي: 86% قالوا نعم، و14% قالوا لا. وللنقاش هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الاستشارية في علم النفس العلاجي الدكتورة ريما بجاني. أهلا بك معنا ضيفة على برنامج شبابيك. يعني دكتورة ريما، وسم سويت نوفمبر لقي تفاعل وصل إلى 5 ملايين، معظمها تمنيات وتحقيق أمنيات وأحلام، كيف تفسرين ذلك من ناحية نفسية وحتى اجتماعية؟ صحيح، أول شيء مساء الخير للجميع. نحن اليوم إذا ما نحكيها هيك شوي بإطار المجمل، كل تغيير بحياة الإنسان بيكون عنده بصمة معينة ووقفة معينة. نحن خاصة بالفصول، ومسائبة هلأ نوفمبر كمان خاصة شوي بالفصول لأنه مرتبطة شوي بتغيير الطقس، ومثل ما ماشي الترند هلأ مرتبطة كمان بحادثة معينة هي موفي وكان في بقلبها أمل معين. فإذا اليوم هي مرتبطة إذا بدك إلى حد ما بتغيير نحن مننطره بحياتنا، ومسائبة هلأ إذا بدي كمان على القد من بعد هيك فترة طويلة من الكوفيد يلي كانت ربطتنا، مع أنه إلنا فترة جانا عم نتعافى من هيد الآفية اللي وصلت لنا، المرض يلي وصل، بس بعضهم الناس عم يعانوا من تداعياتها النفسية. تداعيات نفسية اللي هي الجمود، عدم التغيير، المونوتونية، يعني الواحد الإنسان ما كان عم يلاقي تغيير بحياته اليومية، وللأسف كان عم يلاقي حتى تراجع، وهذا التراجع كان واضح بكل المجالات حتى. فإذا نحن اليوم الإنسان بطبيعته بحب التغيير، بينطر التغيير، بطبيعته متفائل، بس في كمان بعض المحلات يكون متشائم، وبيتعلق إذا فينا نعتبر بأمور معينة تتساعده يطلع من واقع هو عايش فيه. هلأ على الأكيد يلي بلش هذا ترند كان مأثر بالموفي إلى حد ما، والناس لحقته لأنه بمحل معين بدل على تفاؤل وعلى تغيير وعلى نمط برك الناس مشتاقين يكونوا عم بيعيشوا فيه. طيب، بالتزامن مع انتشار هذا الوسم والذي لاقى تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتزامن هذا مع ارتفاع مستوى أو تكاليف المعيشة، مع ظروف اقتصادية متتالية يعاني منها المواطن العربي، ألا يعد هذا نوع من الهروب إلى العالم الافتراضي، أو أنه دافع نحو حب الحياة وإن كان الواقع أليما، حتى ولو كان التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا؟ صحيح،
هون اسمحي لي شوي شدد على نقطة واربط بين التغيير بالفصول والواقع الاجتماعي اللي عايشينه. نحن بنعرف في تغيير بالفصول وحسب المنطقة اللي عايشين فيها فيها تكون عم تعطينا أمل أو كآبة. نحن بنعرف في بعض الفصول فيها تسبب كآبة لبعض الناس بغير مناطق. اليوم هذا التغيير بالفصول وخاصة نوفمبر وخاصة بالبلاد العربية بيكون عم يعطي تغيير وأمل إن كان بطبيعة التأس والتغيير يلي عم بيصير. فيها تكون عند الناس يلي عندهم بعد فينا نسميها فسحة أمل أو تفاؤل بتغيير الواقع، إنه نحن اليوم قد ما كان في مشاكل واضطرابات فينا نوصل لمحل إذا عنا الإرادة الصلبة إنه نحن نقدر نوصل لهذا التغيير. هون أكيد عم نحكي بالمطلق، والناس يلي بيروحوا على هذا الإطار هني ناس متفائلين وعندهم على طول هذه البوزيتيف ثينكينج. ما بيمنع انه على طول نحن بمحل معين تنهرب من واقع عايشينه، بس في فرق بين الهروب ونعيش بالانكار او نحن فينا مثل فسحة امل انا بسميها نهرب شوي من واقعنا بس نقدر نلاقي كمان حلول. تأذي إذا ضلينا عايشين بعالم الافتراضي وما اشتغلنا على أن نلاقي حلول لمشاكلنا اللي عايشين فيها، بس بالإطار الطبيعي بتساعدنا. نعم، طيب ابقي معي دكتورة ريما ومتابعة لهذا النقاش ينضم إلي مجموعة من المشاركين عبر تطبيق زوم، مرحب بهم جميعا وأبدأ مع الدكتورة دجانة عطاء وهي معالجة نفسية ومختصة بعلم النفس التربوي. أطرح عليك نفس السؤال، هل يعد هذا التفاعل أو انتشار وسم سويت نوفمبر هروب من الواقع نحو العالم الافتراضي أم هو يعني تفاؤل وبهجة؟ مساء الخير للجميع، وفعلا هو موضوع جميل أنه نحكي فيه. أنا دجانة بارودي، بس تصحيح بسيط للإسم. عموما أنا بدي أحكي عن الاضطراب المزاج الموسمي وربطه بالتغييرات الفصلية اللي بتصير. نحن بنعرف بأنه لما بصير في تغييرات، هي التغييرات بتأثر، ولذلك نسبة الاكتئاب ترتفع ببعض الفصول في أمور معينة بتتغير، إلا لصاحب العقلية اللي يرى من كل شيء، يرى الجانب المضيء منها، الجانب المشرق منها، يبحث عن الجمال فيما حوله. فلذلك مثلا بالنسبة للخريف، لشهر نوفمبر هو آخر شهر بالخريف، إذا بدنا نحكي عن الشجر، أوراق الشجر والجمال اللي بيصير بتغيير ألوان الشجر، إذا كان الإنسان عنده هي النظرة إنه أنا أبحث عن الجمال بما حولي، فهذا طبيعي رح يكون إنسان متقبل لهذه التغييرات، بيكون عنده القدرة إنه يتفاعل مع أي تغييرات بتصير موسمية بسبب الطقس ولا تغييرات بالحياة بشكل عام. هذا جانب. الجانب الثاني بشكل عام، بداية دخول الشتاء في تغييرات كثيرة، إن كانت من نوعية اللبس، إن كانت من نوعية الأكل، إن كانت من نوعية حتى من شراء الملابس وغيرها. هاي التغييرات إذا بدأ يربطها الإنسان بهم، بثقل، بشيء مزعج، هذا أمر. وإذا بدأ يربطها بأنه فترة جديدة، حالة جديدة، أنا حلو أني كل شوي لاقي فكرة أني انبسط عليها، فكرة أني افرح فيها، احتفل فيها، ولذلك ايضا هذه من الامور الجميله اللي بنحطها. ولذلك نجد انه كثير ناس عندهم طبعا بطقوسات معينه او بديانات مختلفه بانه في احتفالات موسميه على حسب الجو والوضع اللي هو فيه. مثلا للخريف الدول الاسكندنافيه عندهم احتفال اسمه احتفال البطاطا، هذا الاحتفال اسبوع حتى بياخذوا اجازات وبياخذوا غيره، اللي هو بيكون بنصف شهر 10 ببدايه شهر الى بدايه شهر نوفمبر بهذه الفتره اللي هي كان حصاد البطاطا فيها. اذا الناس تحتاج انه تجد مناسبه حتى تبتسم، حتى تفرح، حتى انه تلاقي لنفسها شيء يدخل البهجه لها. طيب دكتورة دجانة، لو انتقلنا لإطار أوسع، كيف يمكن تفسير ارتباط البدايات الجديدة بفصل معين، شهر معين، حتى رقم معين؟ ومثل ما حكيت لك، الناس بتحب ارتباط، هو هذا الارتباط وحتى يسهل على الناس. كيف؟ أسهل على العقل حتى يستطيع أنه يتعايش مع التغيرات اللي بتصير عنده، أنه يضع تصنيفات معينة.
كل ما استطاع الإنسان أن يضع تصنيف مسمى، كل ما خف عنده التشويش والتشتت اللي بيصير بالذهن. فهذا من ضمن الأمور الأساسية اللي بيشتغل عليها الإنسان، بأنه أوكي نحن بشهر معين، نحن بمناسبة معينة، برقم معين، بتاريخ معين وغيره. إذن يسهل على النفس تقبل أي تغييرات بتصير إذا كانت ضمن تصنيفات معينة. هذا جانب. الجانب الثاني مثل ما قلت لكم، النفوس متعبة بتحاول إنه تجد لحالها أي شيء تحتفل فيه. يا سلام نعم الخميس الونيس، جميل. اليوم الاثنين اللي ما بعرف إيش. وهذه المسميات اللي تعطى هي تعطى لإدخال بهجة للنفس وللتحمل هي التغييرات اللي بتصير بسبب التغييرات الطقسية ولا التغييرات الحياتية. نعم واضح، شكرا لك. أذهب إلى سيدة إيمان سكوحي وهي صحفية ومقدمة برامج تونسية. يعني إيمان، هل تربطين بداياتك الجديدة بفصل أو رقم معين مثلا؟ مساء النور رانيا، مساء النور لضيوفك وكل الناس اللي تابعوا في قناة العربي. أكيد كل واحد فينا يبحث عن بدايات جديدة، وعادة ما نبحث عن البدايات إما في تاريخ مولدنا، سنة جديدة من عمرنا، إما في سنة جديدة تدخل عادة مع اقتراب رأس السنة. عادة ما يحتاج الناس إلى التخطيط إلى سنة جديدة. أعتقد أن سويت نوفمبر أو نوفمبر وهو شهر الوقوع بالحب، الناس يبحثون فيه عن البدايات الجديدة، عن التخطيط لواقع أفضل. والحديث عن واقع أفضل في ظل وضعيات صعبة في العالم العربي، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تجعل بعض الترندات ولا تجعل من الواقع الافتراضي ملاذا لنا للبحث عن نعم السعادة. البدايات أعتقد أنها مفتاح الحصول على الإيجابية التي يجب أن تكون عقلية، يجب أن تكون نمط حياة في مواجهة كل الاضطرابات التي ممكن أن تواجهنا في حياتنا. لذلك البحث عن البدايات أعتقد أنها مسألة مرتبطة بكل إنسان يريد أن يبحث عن واقع أفضل، عن بداية البحث جديدة. عن البدايات والبحث عن واقع أفضل. إيمان، برأيك هل يرتبط هذا بالأشخاص المتفائلين فقط؟ لا، أعتقد أن جميع الناس بأصنافهم يبحثون عن البدايات الجديدة، لكن الإيجابية أو التفاؤل كما قلت منذ قليل هي نمط حياة. فهناك من الناس من يجدون في هذا يجد يكون هذا النمط سهلا ويتأقلمون مع نعم فكرة أنه هناك أمل في الحياة، هناك إمكانية أنه أن تحدث لنا أحداث جميلة رغم الظروف الصعبة التي نعانيها. وهناك بعض الأشخاص ربما يجدون صعوبة في التفكير بهذه الطريقة صحيح. الإيجابية نظرا لبعض السوداوية التي تحول بينهم وبين رؤية الحياة الأفضل التي نرنو إليها. جميل، شكرا لك إيمان. أذهب إلى عطاء وهو طالب جامعي. عطاء، يعني هل تفاعلت مع وسم سويت نوفمبر أم أنك لم تعر الموضوع أي أهمية؟ والله بالنسبة إلي أنا ما أعرف موضوع أي أهمية، لأنه نحن كمواطنون عرب يعني أنت بتشوف إيش بيصير قاعد بسوريا وبيصير بفلسطين، كنا لازم يكون عندنا بصيص أمل، مو شرط بالشهر هذا، شهر نوفمبر، سويت نوفمبر بشكل عام يعني كما يتحدثون الناس عنه. فيجب إحنا كمواطنون عرب مسلمون يجب أن نكون دائما فينا الأمل، فينا الصبر، فينا اليقين إنه كل شيء إن شاء الله سوف يصبح بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا لك، كما أشكر كل المشاركين عبر تطبيق زوم، وأخص بالشكر الاستشارية في علم النفس العلاجي الدكتورة ريما، والتي فقدناها بسبب عطل تقني